بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان هذا اللقاء في هذا المساء المبارك هو آيات من المفصل. والمعنى أننا سنعرض في هذا اللقاء إلى بعض مسائل تتعلق ببعض آيات من كتاب الله جل وعلا. والمسألة الأولى حول قول الله عز وجل في سورة الانشقاق: وأذنت لربها وحقت. وقد تكررت هذه المفردة القرآنية وهذه الآية بمعناها في هذه السورة المباركة مرتين. قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. نحن نعلم أن السماوات والأرض من أكبر خلق الله، قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وأخبرنا جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه تبارك وتعالى قال: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. جعل الله الأرض قرارا للناس، وجعلها كفاة لهم أحياء وأمواتا، وجعل الجبال أوتادا على الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعل السماء سقفا محفوظا. ثم يأذن الله عز وجل عند قرب قيام الساعة بأن السماء تتفطر تتشقق، وأن الأرض تزلزل وتمد ويخرج ما فيها. قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وقال جل وعلا هنا: إذا السماء انشقت، وقال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال جل وعلا هنا: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فهذا كله تغيير في العالم العلوي يعقب تغيرا في العالم السفلي، وكل ذلك إذان بقيام الساعة. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يسبق ذلك تغير حتى في طريقة الحياة، فإن الأرض تخرج بركتها، حتى لو أن أحدا بذر حبة على الصفا لأنبتت، ويتغير بعض نواميس الكون التي ألفناها، كل ذلك إذان بقرب قيام الساعة. المسألة هنا: ما معنى قول الله عز وجل: وأذنت لربها وحقت؟ جاء هذا الإسناد إلى السماء، وجاء هذا الإسناد إلى الأرض كما بينا عند تلاوة الآيات. المعنى: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها، استمعت وأصغت لأمر الله جل وعلا لها بأن تتشقق، وهذا في حق السماء. واستمعت الأرض وأصغت لأمر ربها جل وعلا، وهو يأمرها أن تمتد وأن تخرج ما في بطنها وأن تخرج أثقالها وكنوزها. ثم قال جل وعلا: وحقت، أي حق لها أن تفعل ذلك، فإن الله عز وجل غالب لا يمانع. قال كثير عزة: فإن تكن العتبة فأهلا ومرحبا، وحقت لها لدينا العتبة وقلتي، وحقت لدينا لها العتبة وقلتي. أيا كان الأمر، فإن العلماء رحمهم الله تعالى، جمهور العلماء، جمهور سلف الأمة، على أن الأذن هنا في الآية بمعنى الاستماع، ويؤيده قول الشاعر يتحدث عن حاله مع حساده: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذن. يقصد بعندهم أذن أي لهم استماع وإصغاء لكل سوء أذكر به. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذن. هو لا يقصد أن يقول ويخبرنا أنهم لديهم أذن، أي الجارحة
فهذا كل واحد عنده تلك الجارحة، سواء ذكر ذلك الرجل بخير أو ذكر بسوء، لكنه أراد بكلمة أذن أي لديهم استماع وإصغاء، وإن ذكرت بسوء عندهم أذن. فهذا معنى البيت. معنى البيت الآن انقله إلى معنى الآية، وأذنت أي استمعت وأصغت لأمر ربها جل وعلا. تبقى مسألة أخرى، هذا الاستماع من تلك الجمادات لأمر رب العالمين استماع حقيقي، وإن قال قليل من المفسرين إنه استماع مجازي، وقصدوا بقولهم استماع مجازي يقولون إن تشققها وإخراج ما في بطنها وتصدع السماء هو حقيقة الاستماع، ويقولون ليس هناك استماع بالمعنى الذي نعرفه، وهذا إخراج لحقيقة القرآن عن ظاهرها، والأصل بقاء الأمر على ما هو عليه على حقيقته وعلى أنه ظاهري، حتى تدل قرينة لا ارتياب فيها على أن المراد بالأمر مجازي، وهذا منتف هنا. ولذلك العلماء يتحدثون عن أن حال هذه الجمادات مع الله عز وجل ليس كحالها معنا، والله عز وجل أثبت لها الاستماع وأثبت لها التكلم. قال الله عز وجل في خاتمة سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأثبت الله عز وجل مخاطبة تلك الجمادات، وقال جل وعلا في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا. أسند الله عز وجل الكلام إلى السماء وإلى الأرض، قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. والمقصود إثبات أن هذا الأمر على حقيقته، وقد تكلم فيه كثير من العلماء الأجلاء وأثبتوه على حقيقته، وأنه لا معنى مجازي في الآية التي هنا. فهذا من معاني قول الله عز وجل: وأذنت لربها وحقت. وهذا كله أيها المبارك كما بينا من علامات الساعة الكبرى. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأخبر جل وعلا أن هذا الأمر يتم على مراحل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا كله في غالب ظاهر القرآن يدل على أنه سيقع في الآخرة، وهذه والمعنى في مثل هذه الآيات كثير، كما نجده في التكوير والانفطار والمعارج والحاقة. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والسماء يا ربنا ما سيكون حالها. قال الله عز وجل: فدكتا دكة واحدة، ثم قال: فهي يومئذ واهية أي تضعف. وعنه قال قبل عنها: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك أي الملائكة على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن المقصود في هذه المسألة الأولى من لقاء اليوم أن معنى قول الله عز وجل: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لأمره جل وعلا وقامت بالأمر على ما أمرها الله جل وعلا به. فالاستماع هنا أيها المبارك استماع حقيقي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. هذا الآية جاءت بمثل هذه الصيغة في سورتين، في الحاقة وفي التكوير، في الحاقة وفي التكوير. كل حالة منهما بدأت بقسم. قال الله عز وجل في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. لا بد أن نبين
أن الرسول الكريم المذكور في الحاقة هو غير الرسول الكريم المذكور في التكوير. المذكور في الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم هو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه الصلاة والسلام، أي أنه رسول بشري، رسول بشري. ما معنى رسول بشري؟ أي من البشر. إنه لقول رسول كريم، يدل على ذلك قول الله عز وجل بعدها: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، لأنهم كانوا يقولون إن النبي شاعر، ولا بقول كاهن لأنهم كانوا يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كاهن، وقد كذبوا فيما زعموا. فهذا الرسول هنا رسول بشري. لكن نأتي لسورة التكوير، يقول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه، أي القرآن إجماعا، إنه لقول رسول كريم. هنا ليس محمد، ليس المقصود محمد بن عبد الله، إنما المقصود جبريل عليه السلام. فالرسول في سورة التكوير رسول ملكي. ما معنى رسول ملكي؟ أي من جنس الملائكة، أي من الملائكة، وليس من أحد الملائكة، بل هو من أشراف الملائكة وسادتهم. ويدل على ذلك ما جاء من وصف بعده، قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. فذكره الله عز وجل بعدة صفات: كريم، ذي قوة، مكين، مطاع، أمين. فهذه خمس صفات ذكرها الله عز وجل في وصف هذا الملك الصالح جبريل عليه الصلاة والسلام، الملك المقرب الذي هو من أعظم أشراف الملائكة. فقال الله عز وجل: إنه، أي القرآن، لقول رسول كريم. كل من نفس وعظم في أهل جنسه يسمى كريم، وهذا باب شائع تكلمنا عنه كثيرا. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، فوصفه الله عز وجل بالقوة. قال عنه في سورة النجم: ذو مرة. ومعنى ذو مرة وذو قوة بمعنى واحد، أي أنه شديد قوي لا يغلب من أهل جنسه، ولا يمكن للشياطين أن تتسلط عليه، فقوته تحول بينه وبين أحد من خلق الله أن يأتيه وأن يؤذيه. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي العرش المقصود الملأ الأعلى، والله عز وجل هو رب العرش. وذو هذه من الأسماء الخمسة: ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهنا جاءت مجرورة فاستخدم الياء. قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة بينا أنه ذو قدرة وغلبة. ذي قوة عند ذي العرش هنا جاءت مرفوعة بالواو ثم جاءت مجرورة بالياء. عند ذي العرش قلنا في الملك، في الملأ الأعلى، مكين أي له مقامه ورسوخ قدمه في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام، عليه السلام. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع. مطاع أين؟ مطاع في السماء من أحد الملائكة، فالملائكة تستمع له. وقد ضرب العلماء لهذا مثلا، فإنه عليه السلام لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج واستفتح، فتح له، ويقال إنه هو الذي دعا رضوان أن يفتح باب الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام، ودعا مالكا خازن النار أن يفتحها للنبي عليه الصلاة والسلام ليراها عن بعد. فهو عليه الصلاة والسلام كان مع جبريل في الملأ الأعلى، وكان يرى عليه الصلاة والسلام نبينا كيف كانت الملائكة تطيع جبريل. فقال الله عز وجل مطاع، والطاعة أمر الله عز وجل بها في كتابه، تأتي مطلقة وتأتي مقيدة. تأتي مطلقة طاعتنا لله ورسوله، طاعة مطلقة في كل ما أمر الله ورسوله به، وطاعة مقيدة ثمة من أمرنا الله عز وجل بطاعتهم، كطاعة الرجل لوالديه أمه وأبيه، وكطاعة الرجل لولاة أمره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الرجل للكبير، لمن له حق عليك، فهذه كلها طاعة محمودة. طاعتك لأمرائك في غير معصية الله فهذه طاعة مقيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. وطاعة مطلقة وهي طاعتنا لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا جبريل نافذ أمره في الملأ الأعلى، يقول الله عز وجل مطاع ثم بفتح الثاء، والمقصود هناك، فهي اسم مكان للمكان البعيد.
مطاع ثم أمين، وصفه الله عز وجل بالأمانة. فكونه أمينا لا يغير في ذلك الوحي من قبل نفسه، وكونه قويا لا يجرؤ أحد على أن يأخذ الوحي منه فيغيره. وهذا من دلالة منزلة جبرائيل عليه السلام في الملأ الأعلى. ويبقى بعض الحديث عن هذه المسألة، ثم إن شاء الله تعالى نأتي إلى مسألة أخرى في هذا البرنامج المبارك في لقاء اليوم آيات من المفصل. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم آيات من المفصل. وانتهينا إلى قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، وقلنا إن هذه المفردة القرآنية وردت في سورة الحاقة ووردت في سورة التكوير، وقلنا إن المراد بها في سورة الحاقة الرسول البشري وهو نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والمراد بها في سورة التكوير هو جبرائيل الملك المقرب عليه السلام. وحررنا بعض ما يتعلق من معاني هذه الآية. يأتي أنه ربما يقع لدى البعض شبهة في أن القرآن كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن القرآن كله كلام الله جل جلاله. ومما يدل على ذلك تصريح القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقال جل وعلا في سورة أخرى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم إن الله عز وجل أضاف هذا القرآن تارة إلى جبريل وتارة إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من باب التبليغ، من باب التبليغ. والرسول لا يمكن أن يأتي بشيء من عنده، فإذا وصف ذلك الرسول بأنه قوي وبأنه أمين فإنه لا يمكن له أن يأتي بشيء من عنده. والملوك جرت عادتهم أنهم لا يختارون لعظيم المهام إلا أجل من يثقون به وأجل الرسل وأجل من هو ممن حولهم. فالله عز وجل اصطفى جبرائيل من الملائكة ليجعله مبلغا للقرآن عنه إلى محمد بن عبد الله، واصطفى محمد بن عبد الله من البشر كلهم ليتم به النبوات ويختم به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يبين لك بالقرآن نصا علو السند في القرآن، علو السند في القرآن. السند ماذا؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين جل جلاله، محمد بن عبد الله عن جبريل عن رب العالمين جل جلاله. فالله عز وجل بلغ هذا القرآن العظيم الكريم الملك جبريل، وجبريل عبد من عباد الله، وجبرائيل عليه السلام بلغ هذا القرآن كما بلغه الله إياه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلم نفاسة وعلو كعب القرآن وما فيه من عظيم الجلال والمكانة والمقام والعلوم، ومع ذلك لم يبخل به، إنما كما أمره الله بلغه صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم. قال الله عز وجل عنه: وما هو على الغيب بضنين. فالغيب هنا القرآن والوحي، القرآن والوحي. وما هو على الغيب بضنين، ظن بالشيء بخل به، هذا على قراءة الضاد. ومن قرأها وما هو على الغيب بضنين بالضاء أخت الطاء، فالمعنى أنه غير متهم صلى الله عليه وسلم في أنه يبلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم. فهذا مما يتعلق بهاتين الآيتين الكريمتين. دائما ما يتكلم الناس عن اللقاء في قضية السند، وأثبت الله عز وجل لقيا محمد صلى الله عليه وسلم بجبريل. قال الله جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين. لم يحدد جهة المشرق، وإنما الأفق يشمل ذلك كله. على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. ولقد رآه بالأفق المبين. فالله عز وجل أثبت السند وأثبت اللقيا ما بين محمد بن عبد الله وجبريل عليه السلام، كما أنه أثبتها مرة أخرى في سورة النجم. قال الله عز وجل: ولقد
رآه نزلة أخرى أي غير الأولى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهذا كله من معاني قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقول الله عز وجل في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذه كلها وصف أوصاف خمس ذكرها الله عز وجل لعبده ذلك الملك المقرب جبريل عليه السلام. هذا ما يتعلق بتتمة ما كنا قد بدأناه قبيل قليل. نأتي الآن لمسألة ثالثة وهي قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحديث أولا حول اللام في قول الله عز وجل لإيلاف قريش. أولا نبعد تفسيرا قال به بعض الأكابر من قبل ينسب إلى محمد بن إسحاق صاحب السيرة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهما كان يقولان إن اللام هنا متعلقة بما قبلها بالسورة التي قبلها، والسورة التي قبلها قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فقالوا المعنى أن الله عز وجل صنع ما صنع بأهل الفيل وأبادهم ورد كيدهم إكراما لقريش، فجعلوا اللام هنا للتعليل. لكن ابن جرير الطبري رحمه الله وهو في علم التفسير يعرف بإمام المفسرين قال إن اللام هنا للتعجب. لماذا قلنا باللام للتعجب؟ لأنه استقر عمل المسلمين من المصحف الإمام على أن هاتين السورتين كل واحدة منهما سورة مستقلة بنفسها فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. فنحن نقرأ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى أن نقول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. فهذه البسملة فاصلة بين السورتين دليل على أن كل واحدة منهما سورة مستقلة. إذا قلنا الآن بالمصحف الإمام ماذا نقصد بالمصحف الإمام؟ المصحف الإمام النبي عليه الصلاة والسلام مات والقرآن لم يجمع في زمن النبوة، فلما مات صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في القراء أهل اليمامة أشار عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يتولى الخلافة أشار على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع القرآن. تردد أبو بكر في الأول خشية أن يصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله صدره. ثم إن أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما استدعيا زيد بن ثابت وأوكل إليه هذه المهمة فجمعه زيد، فهذا هو الجمع الأول للقرآن. قال السيوطي رحمه الله أول من جمع القرآن أبو بكر وهو الذي سماه مصحفا. هذا الجمع يا أخي الكريم الأول. نأتي للجمع الثاني عندما نقول الآن المصحف الإمام. المصحف الإمام في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان القراء يختلفون في القراءات، فخاف حذيفة ابن اليمان على الأمة أن يضرب بعضها بعضا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى، فأشار على عثمان أن يجمع القرآن مرة أخرى فقبل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر عندما جمع القرآن قد آل الأمر بعده إلى عمر، فأصبح المصحف الذي جمعه أبو بكر على يد زيد بن ثابت عند من؟ عند عمر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه مات شهيدا وترك المصحف عند ابنته حفصة التي هي أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي جمعت الشرف من حالين، فهي أم المؤمنين وكفى بذلك شرفا، وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعثت حفصة بالمصحف الذي عندها إلى من؟ إلى عثمان. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه أمر سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وزيد بن ثابت، أمر هؤلاء الأربعة بكتابة المصحف. ولما قيل له إن سعيد بن العاص أعرب أمره أن يملي وأن الذي يكتب زيد. هذا المصحف نسخ منه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه عدة نسخ، منها ما أرسله إلى الشام وأرسل إلى البصرة وأرسل إلى الكوفة، ومصحفا جعله في المدينة ومصحفا استبقاه عنده. عرف هذا المصحف كله فكرة عثمان رضي الله عنه هذا النسخ الذي كان بمحضر وعلى ملأ ومشهد من الصحابة كتابته وعرضه
على وفق العرض الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، ورتبت صور القرآن كما نراها اليوم، كل ذلك في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ونزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا أيها المبارك يعرف بالمصحف الإمام. هنا نعود الآن للصورة لإيلاف قريش. اختار ابن جرير أن اللام هنا للتعجب، والمعنى اعجبوا لإيلاف قريش لتآلفهم واجتماعهم وما أفاءه الله جل وعلا عليهم، لكنهم لم يعرفوا كيف يشكر الله على تلك النعمة. أعظم وأول طرائق الشكر أن يعبد الله جل وعلا وحده دون سواه، وهؤلاء القوم اتخذوا الأوثان والأصنام وعبدوا غير الله وأشركوا مع الله غيره. فقال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العرب كانت إذا رأت قرشيا، وخرجت قريش في رحلتي الشتاء والصيف، في رحلتي الشتاء والصيف، في الشتاء يذهبون إلى اليمن، وفي الصيف يذهبون إلى الشام، وفي كل حال كانوا يتاجرون. ويقال إن هاشما جد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار على قريش بهذا الأمر، يقول الأول عمرو العلا عمرو الذي هشم الثريد لقومه: قوم بمكة مستنون عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فالمقصود لما يخرجون الأصل أن تلك القوافل يتعرض لها، لكن الناس وقطاع الطرق عندما يعلمون أن هؤلاء قرشيون أهل بيت الله أهل حرمه يتورعون عنهم يتركونهم. فهذا معنى قول الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذا وهم في الأسفار. وفي حال الإقامة هم أشد أمنا، الله يقول: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون، إلى آخر الآية. والمقصود أيها المبارك فضل الله جل وعلا على قريش، وكيف أن الله عز وجل حفظهم عما كانت العرب تألفه من الاقتتال والتسلط بعضها على بعض، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فهذا ما كان من قول الله، ما معنى من معاني قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا الذي اختاره ابن جرير قواه كثير من العلماء بعده، فقد اختاره الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله، وهو أقوى للفصل الذي استقر عليه العمل ببسم الله الرحمن الرحيم بين سورتي الفيل وسورة قريش. وقريش قبيلة عربية مصطفى، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نختار ما اختاره ابن جرير وما وافقه عليه ابن كثير من أن اللام في قول الله عز وجل لإيلاف قريش للتعجب، أي اعجبوا لما آتاه الله عز وجل قريشا من الأمن. ثم إنهم لم يراعوا حرمة الله ولم يعبدوا حق عبادته. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فكان أن بعث الله فيهم خاتم النبيين وسيد المرسلين ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ومع ذلك في أول الأمر أنفوا، والله يقول: وكذب به قومك وهو الحق. والآية هنا، السورة هنا سورة قريش، إنما تقيم الحج عليهم، فالله عز وجل أسبغ عليهم الخيرات وأطعمهم من الثمرات استجابة لدعاء الخليل: وارزق أهله من الثمرات، وآمنهم من خوف كما قال الله: ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، بل إن الرجل كان يلقى غريمه قاتل أباه قاتل أبيه قاتل أخيه في حرمات مكة، فلا يتعرض له خاصة إذا كان الأمر في الشهر الحرام. وكل ذلك مما جعله الله عز وجل معظما في قلوب نفوس العرب على ما كان في العرب من تعطش للدماء وحب للاحتراب والاقتتال. فقال الله هنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت. فالتوحيد به يتحقق الأمن، والله عز وجل دعا العباد جميعا إلى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وأن يعبدوه وحده دون سواه. وهذه هي أول وآخر مراتب الشكر.
كل ما بينهما في هذه القضية. فأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وأجل ما أمر الله عز وجل به التوحيد. فالمؤمن يتقي الله عز وجل فيما بين ذلك، لكنه ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز بحال صرف أي نوع من العبادة إلى غير الله الكبير المتعال. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك شقت عليهم بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والأعجب الحق تكذيبهم، وإن تعجب فعجب قولهم أيذا متنا في سورة الرعد. فالله عز وجل أمر الخلق جميعا أن يعبدوه، فأعظم الوصايا من يوصيك بأن تعبد الله جل وعلا وحده، وأعظم العطايا أن يرزقك الله التوحيد في قلبك ويختم الله جل وعلا لك بالخاتمة الحسنة تلقاه وأنت لا تشرك به شيئا. وفي الحديث: من لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، يعني مهما عظمت خطايا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء آيات من المفصل، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت أريج من السعودية. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة، ممكن أسأل؟ نعم تفضلي. فتاة أصيبت بمرض العصبي أو مس، أصيبت بمس في شهر رمضان المبارك، هل يلزمها إعادة الصيام والصلاة العبادات التي عليها؟ علما بعض الناس يقول ما في عيد، رغم أنها ما تذكر من هذا الأمر شيء، لا تذكر من ذلك شيء. أعيد السؤال، أصابها ماذا؟ أصابها المس. أصابها ماذا؟ أصابها مس. مس؟ وكلمة مس يا أختي كلمة واسعة، فلا يدرى يعني ما المقصود بالمس هنا على وجه العصب. وهم يقالها يعني لابد من التأكد من الأمر، كون يسقط عبادة عن أحد ليس بالأمر الهين، لكن إذا أثبت من حولها أنها كانت لا تعي ولا تدرك ولا تعلم شيئا، فقد يقال إنها لا تطالب بقضاء الصلوات، لأن الصلوات إذا كان الإنسان أكثر من 3 أيام غالبا لا يعي تسقط عنه، أما الصيام فإنه لا يسقط، تطالب بالقضاء. أسأل الله أن يشفيها ويعافيها. نعم. أبو جراح من أبو ظبي. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير شيخنا. وعليك السلام، حياك الله أبو جراح، وياك الله يحفظك. يا أهلا أبا جراح. ادعينا لوالدينا ووالديك وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله يغفر لنا أجمعين. حياك الله. أعطيني السؤال يا أبا جراح. سؤالي الأول: منهم أكثر من الرسل صبرا على البلاء والمشركين؟ نعم. وما هي الصفات الحميدة اللي تخلق بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اللي خلى يجذب الكفار هم وعيالهم إلى الإسلام؟ ما هي الصفات علينا أن نتبعها في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. لم يلاقي أحد من النبيين كما لاقى أولو العزم من الرسل، والله عز وجل قال لنبيه في خاتمة سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم على المشهور نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه فصبر، ولم يلقى أحد من النبيين ما لقي عليه الصلاة والسلام من عنة كفار قريش، الله عز وجل قال عنهم: قوما لدا، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال عنهم: بل هم قوم خصمون. إضافة إلى عظيم الشوكة التي كانت عندهم، كيف أنهم ألبوا قبائل العرب عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر على أذاهم وتآلفهم وأظهر من السماحة نحوهم
ما جعلهم يقبلون عليه حتى تم الأمر بقول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الإنسان يبتلى لكن عليه أن يصبر، والله يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. عدنان، أسماء من الأردن، عفوا تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليك السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الله يرفع قدرك ويحييك. يا شيخ بدي اسالك الحين، بعرفش في واحد حكى قال انه عمره ما اذن وانه قال ماذا؟ ما بحب الاذان، بس مش عارف قال عشان انهم يوم القيامه رقابهم طويله، فعش هذا كلامه صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامه. قيل إن المعنى على ظاهره، وقيل إن المعنى رفعة أقدارهم وجلالة مكانتهم يوم القيامة. والأذان شعيرة عظيمة من شعائر الدين، أمر الله بها ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقوم بهذا الأمر يبتغي بذلك وجه الله فهو في أعلى المنازل وأجل المراتب، ومن أذن لله 12 عاما دخل الجنة. نعم. محمد من إيران. الو، تفضل يا اخي محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا انا كل وقت اشاهد برنامجكم الطيب واستفاد منكم. الحمد لله، حياك الله اخي. سلمكم الله. بالنسبة كان عندي سؤال بالنسبة الى طاعة رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ذولي الرافضة يقولون أنه بالنسبة إلى ولاية علي بن أبي طالب، زين، هذه من طاعة رسول الله، أنتم ليش ما تطيعوا رسول الله بهذه المجال؟ نعم، هو الأفضل أن تقول الشيعة، لا يحسن إغال صدور الناس بعضهم على بعض، وعندما نريد أن نقول حقا لابد أن نحرص على أن نفتح قلوب الناس لذلك الحق، لكننا إذا أقفلنا تلك القلوب لن يجد الحق الذي نحمله إلى تلك القلوب سبيلا. نحن نقول أن علي رضي الله عنه وأرضاه مولى كل مؤمن ومؤمنة، ولا ريب أن علي رضي الله عنه وأرضاه في مقام رفيع وجليل مكين في الدنيا والآخرة، وأنه والزهراء فاطمة والحسن والحسين الصبطين العظيمين الجليلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكان واحد يوم القيامة، والإمام أحمد إمام السنة في زمانه رحمه الله روى هذا الحديث محبة في علي. وكان الإمام أحمد يقول لم ينقل في الخصائص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أي أن مآثر علي وخصائصه كثيرة، وهو كذلك رضوان الله تعالى عليه وعلى ابنيه وعلى زوجته البتولة الطاهرة فاطمة الزهراء. لكننا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد إلى علي بالخلافة من بعده كما يقولون، لأنه لا يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكث مع قرابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عددهم أكثر من 120,000. لو فرضنا جدلا أن نصف هؤلاء الحجاج تفرقوا ولم يبقى معه وهو عائد إلى المدينة إلا 60,000، قل 40,000 ثلث من كان معه، ثم جاء عند غدير خم، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند غدير خم إن عليا هو الخليفة بعدي ويشهد 40,000 من الصحابة، ثم يموت عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ببضعة أشهر، ثم إن 40,000 يتواطؤون جميعا على إنكار أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن أو أمر أو وصى أو أمر بالخلافة من بعده لعلي؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن هؤلاء جميعا 40,000 يتواطؤون على أن يقولوا إن النبي أبدا لم يعطها عليا، ويقبلون أن يتولى الأمر أبا بكر، وهم لا تجعلوا ليست لهم قرابة مع أبي بكر، لأن جل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار من الأوس والخزرج، والأوس والخزرج قبيلتان يمنيتان،
وأبو بكر من بني تيم، وتيم من قريش قبيلة عدنانية، فلا يعقل أنهم جميعا 40,000 أو قل 30,000، هذا العقل لا يقبله، محال أن يكون الأمر كذلك، محال جدا. فليست القضية قضية معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، قضية عدم إثبات هذا الأمر أصلا، في أن النبي لم يأمر بهذا، وإلا علي رضي الله عنه وأرضاه في حدقات عيوننا، في قلوبنا، فوق رؤوسنا، هو والزهراء وابناه الحسن والحسين عليهم السلام جميعا، كل أصحاب الكساء عندنا هم من خيار الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا دين وملة وقربة، نحن نحبهم جميعا، نواليهم جميعا، نتولاهم جميعا، ولا نقول إنهم معصومون، يخطئون، يصيبون، وهم في مراتب فضل، وعلي من أجل أولئك الفضلاء مرتبة مع الصديق والفاروق وذي النيرين عثمان رضي الله عنهم وعنا، وألحقنا الله بهم في الصالحين. أسامة من رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال لو سمحت. السؤال الأول، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، يعني الحديث طويل بدي يعني أذكر جزء منه. ألا أبشرك، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لجابر، ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. مدى صحة هذا الحديث ومعنى كلمة كفاح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في الصلاة المفروضة، إذا شرعت في الصلاة ونسيت دعاء الاستفتاح وبلشت أقرأ في سورة الفاتحة، أعود إلى الدعاء الاستفتاح أم أمضي في الصلاة؟ لا يعاد إلى دعاء الاستفتاح، يقال سنة فات محلها. لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم قبل أن يتمها تذكر دعاء الاستفتاح، لا يقطع الفاتحة، يستمر في قراءته. أما الحديث فهو صحيح، والمقصود أن الله عز وجل أكرم عبد الله بن حرام والد جابر يوم القيامة، لكن ليس معناه أن جاء أن عبد الله بن حرام رأى الله جل وعلا. الله عز وجل لا يرى إلا في الآخرة، وحياة البرزخ حياة الله أعلم بها، تبقى حياة غيبية لا نعلم كنها. قال الله عز وجل، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معنى السؤال يعني رائع في أوله وأخراه يا أخ أسامة. نعم، يوسف من العين. طال عمرك. حياك ربي أهل. طال عمرك، عندي سؤال. موضوع الصلاة، كل إنسان ما شاء الله يصلي، كل إنسان يصلي في هذه الدنيا، يعني إحنا الإسلام يعني ما في لقينا شيء هو حق الوضوء، يعني شو الكلمات المستحبة حق الوضوء، يعني الواحد يجي المغسلة غسل لويه يدينه لولاته ووجهه ورأسه وتوكل على المسجد، لكن شو الكلمات اللي هي مستحبة؟ أما النجاسة إحنا عارفينها، اللهم طهرني من النجاسة، حدث الأكبر وفي حدث الأصغر، ما مستحب الكلمات التي نتوجه لها للوضوء جزاك الله خير. الوضوء من أعظم القربات إلى الله، أمر الله عز وجل به في كتابه العظيم، وحافظ عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل به يحط الخطايا حتى مع كل قطرة ماء. والذكر، والإنسان إذا فرغ من الوضوء يقول، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قال ذلك بعد وضوئه فتحت له أبواب الجنة الثمانية، إذا قال ذلك بعد وضوئه فتحت له أبواب الجنة الثمانية. جعلني الله وإياك يا أخي يوسف من أهل هذا النعيم. نعم. أبو سعيد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سعد الله مساك يا شيخ. مساك. والدي رحمة الله عليه كان ينفق دخله كله على أعمال الخير والصدقات على القريب والبعيد. نعم. ومنهم ناس كثير لهم حق علي، وأنا والله لا أطيق ذلك، دخلي لا يمثل، لا يماثل دخله رحمة الله عليه، ولا يأتي 10% من دخله، وأقف في موقف حرج مع الناس، فما نصيحتكم لي جزاك الله خير؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أخي أبا سعيد، لست ملزما شرعا بأن تقوم بأمر ما كان عليه الوالد كله، والله عز وجل قال، قوا أنفسكم وأهليكم،
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فإن فاض شيء فعل الأقرب والأحوج ممن كان يرعاهم أباك. أما من كان يرعاهم أبوك فإن الله عز وجل نسأل الله أن يسخر لهم رجلا صالحا مثل أبيك. أما أنت يا أخي الكريم فلست مكلفا بأن تمضي على هذا الأمر، دخلك هو الذي يحكم إنفاقك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير ما ينفق على الأهل. ووالدك رحمه الله نسأل الله أن يكتب له الأجر العظيم والذكر الحسن، وتعتذر لمن يأتوك وقد تعودوا أن يأخذوا من والدك، وتسأل الله عز وجل كما بينت أن يرزقهم رجلا مثل أبيك ينفق عليهم ويعطيهم مما يريدون. أما أنت فلست مكلفا، ورحمك الله على ما مشاعرك الطيبة ومحبتك للإحسان، لكن هذه قدرتك. وإذا كانت في الأمور العبادات مع العجز تسقط، فكيف في أمور الإنفاق الذي هو من نافلة الأمر إذا استثنينا أمر الزكاة. فاطمة يا أختي من رأس الخيمة تفضلي. أهلا وسهلا، حياك، مساك الله بالخير شيخنا. الله يمسيك بالنور. شيخي بغيت أسألك عن الجمع والقصر. نعم. في حال خروجي مثلا أنا من إمارة رأس الخيمة خروجي لدبي أو أبوظبي أو الفجيرة، متى جمع التقديم وجمع التأخير؟ وإذا كنت بسافر مثلا للعمرة أو بسافر لأي منطقة الجمع يا أختي، القصر ليس له سبب إلا سبب واحد هو السفر. وأما الجمع فأنت إذا سافرت قبل الظهر مثلا فلا جمع إلا جمع تأخير، وإن سافرت أيوة. بعد الظهر يعني حسب الحال، لك أن تجمعي أيوة. جمع تقديم ولك أن تجمعي جمع تأخير بحسب حالك. لك أن أيوة. تجمعي جمع تقديم ظهر وعصر في وقت الظهر، أو ظهر وعصر في وقت العصر، مغرب وعشاء في وقت المغرب، أو مغرب وعشاء في وقت العشاء. أنت أدرى بحالك، أدرى بخروجك، مبدأه منتهى هو الذي يحكم وقت جمعك للسفر يا أختي فاطمة. هذا ما تيسر، والله المستعان وعليه البلاغ. شكر الله لكم، اللهم أعطينا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.